يعني ما فينا بهذا النهار المميز إلا ما نتشكر فردا فردا، خاصة الأشخاص اللي عم تشتغل معنا بهذا النهار. كل الزملاء أكيد على رأسنا وعيننا، بس بهذا النهار أكيد بدنا نبلش بأبو عمر خال. أهلا وسهلا. أهلا، صباح وسهلا الخير كتير. صباح النور. بدي أقول لك ينعاد عليك وعلى عائلتك اكيد، ويعني انت ورا هذه الكاميرا يلي دائما نحن بلاكن ما بنطلع حلوين. حبيبي قلبي، انتوا بتهتموا فينا وبشكلنا، فقلنا شو شعورك عم تشتغل بهيدا النهار؟ هلا في كثير اشغال بتطلب منا بالاعياد تنزل على شغلك، يعني اوقات في اعياد ما بتعايدوا يعني فيها ولا بتفرصوا ابدا، وبدي اعايدك لك وبدي لك الف مبروك على البنوت القمر الحلوه. وبعايد لك عمر، وبعايد روان كمان، ومثل ما شايفي يعني نحن بيطلب منا بالاعياد بكثير مناسبات. بتزعل؟ لا والله بالعكس، تعودت بالعكس تعودنا، وهذه اساسا الرساله نحن بنقدمها، ما عندنا ابدا اي مشكله ابدا. يعني دائما بتلبوا على طول من 24 سنه بعد اسم الله، يعني عمر عمر وابو عمر كمان. وابو عمر الله يخلي لك، ينعاد عليك روح. وعليك ان شاء الله. بدنا نروح عند يعني ليه برات محلك؟ لا لا هذا لألي، هذا لألك. سوري، لا هو بيهتم بكيف نسمع بعض، عرفتوا؟ أيوة. لحتى نقدر نتواصل. يعني كيف رضاك علينا؟ ماشي الحال، عم تعذبوا شوي صغيرة خاصة بالعيد، خاصة انه المرة الماضية كنت ناسية دينتي بالبيت. ماشي، شو بدنا نعمل فيكم؟ لا بدي اقول لك ينعاد عليك، ينعاد عليكم، ينعاد على الكل وكل الناس، في غيرنا نحن كمان بيشتغل بالعيد، فبنقول لهم كمان ينعاد عليكم. اكيد انت ما بتزعل اذا بتشتغل بالعيد؟ السؤال لازم نسأله لكل شخص. امرار بنزعل، بدي اشوف واحد عم يطلع معصب. لا ما بنطلع معصبين، ما بتعصب. امرار بنزعل وامرار بننبسط بالعيد. اوكي، لانه بنكون معكم. طيب خبرنا شي موضوع بصير معكم بالشغل، يعني غير انه بننسى دينينا. رولا بتنسى دينتها. رولا بتيجي مأخرة على الاستديو قبل بدقيقتين من الهوا. قلت لك شي مهضوم مش فضيحة. انا رولا ما بتسكت بالاستديو، تاكل كثير. لا 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 ما بتاكل كثير، لا 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 لا، هذه الشيف بيحكي عنها، نحن ما بنحكي عنها. بس بس على الحبل يعني، بس هذه الشيف بيحكي عنها، نحن ما لنا علاقة. ينعاد عليكم. وعليك وعليك. انت اوقات بتضطر تفوت بس تقول لك شغله على السات نحن وعلى الهوا لحتى تظبط قصه. صحيح. ساعه بالطريق طايره. صحيح. ساعه شريط فالت. صحيح. ساعه دينه كابه كمان. بدنا نعايد زميلنا ابراهيم عز الدين. أكيد. اللي هو بيقلنا ما عم تحكي مزبوط، شوفها ما عم تسمعني، شوفها ما بعرف شو. هلا واصلينه لجوا بالكنترول روم كمان. أوكي. كل شخص اللي موجود واللي عم يتحملونا يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي ارجع لعند عبد. صباح الخير عبد. صباح النور. انت يا يعني بتهتم بالديكور. صحيح. وبتبرم على الكاميرا، انت مهتم بالديكور يعني. كل شيء موجود هون لتأملنا الراحه ويكون الشكل مرتب وتكون الكاميرا نظيفه ولذيذه. فبدي اقول لك ينعاد عليك. عليك ان شاء الله وعلى الجميع وعلى الشباب كله سوا. ينعاد عليكم. قد ايه صار لك بالشغل تقريبا هون؟ 24 سنه. اسم الله كمان عمر، يعني بينضم للائحه ابو عمر. أكيد. طيب ومبسوط وكله تمام؟ لا الحمد لله عادي، تعودنا بالشغل. يعني تعودنا بالسؤال تسأليني اياه انه بتنزلوا بالاعياد، عادي صارت عنا وتعودنا على الشغل كله سوا هذا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب، ينعاد عليك. شغلكم صعب ولا يعني بيقطع من وقت لوقت؟ حسب هيك وهيك. يعذبوكم؟ لا لا ما حدا، بس حسب هيك وهيك الشغل، بتعرفي حسب الضغط. حسب الضغط. أوكي. ان شاء الله دائما نكون مضغوطين. ان شاء الله. دائما مبسوطين. ان شاء الله. ينعاد عليك. يعطيك العافيه. وعليك ان شاء الله. احمد ينعاد عليك. انت كمان بقسم الكهرباء كمان. احنا لو يعني نحن هون فريق كله كامل متكامل، بنكمل بعض. أوكي. الكهرباء كيف هالايام؟ منيحة الحمد لله. ايه عم بيجيبوا لنا الكهرباء ولا لا؟ كهرباء لا، نحن عندنا مولدات بنستعملها. على المولدات طبعا على طول. اكيد. وبنضل جاهزين. وبيكهربوك ولا ما بيكهربوك؟ لا ما في كهرباء؟ نفسية جسدية؟ لا الحمد لله كل شيء. الحمد لله. نحن بنتمنى لكم بهالعيد تكون أحلى من الأيام السابقة. إن شاء الله. إن شاء الله وينعاد علينا وعليكم. وعليك إن شاء الله يا رب. وعليك ان شاء الله يا رب. بس السبع بده يهرب. لا مش لانه انت رح تهرب هلا. سبع هو اللي حامل الكاميرا هلا عليها. صباح الخير سبع، مش رح تهرب، رجعت لك. ابو عكر حيصورك بعد شوي، خده هلا. ليه ما بدك تحكي؟ ما بده خلص، حطيت شبع شوي بيكل انا البهدله. بس حنرجع نحكي معه ونقول له ينعاد عليك ومتقلي لك كتفك هلا، خلص ما رح طول كثير. منكفي ولا بناخذ ريبورتاج؟ اوكي رح نفوت بريبورتاج، لانه عاده اوقات
في شيء اسمه برامتر مثل سكرين نحن بنقرا عنه اذا كان في مثلا الاخبار من عشيه بالليل بيقروا عن البرامتر لحتى ينقلوا لكم كل الاخبار لانه اكيد ما فيهم يحفظوكم. فهذا الريبورتاج رح يعرفنا على زميلتنا امل السماني اللي هي المسؤوله على عن هيدي البرامتر واللي هي بتحرك كل الكلمات والخطوط والسطور. بنروح بنشوف هالريبورتاج ومنكفي سوا. مشاهدينا مساء الخير ببلد مصيري لليلة أمل عشليلة الأخبار أمل تمشي معه بليز. مشاهدينا مساء الخير ببلد مصيري الليلة الأخبار اللي صنعت العناوين الأولى هالأسبوع. أنا بشتغل على أوتوكيو، الأوتوكيو ما في كتير ناس بتعرفها لأنه هي مخفية تقريبا. أكيد المذيع ما بيحفظ النشرة كلها أو الحلقة كلها. نحن شغلتنا أنه بناخد الورق من اللي بيحضرها إذا كان المذيع أو البروديوسر أو من يعني من مدير الأخبار أو أي حدا يعني بناخدها وبندخلها على الكمبيوتر واللي عندنا عند الكمبيوتر بنعطيها على الكاميرا على الهواء كل سطرين مع بعضهم نحن بنمرق له إياها للمذيع بشكل حسب ما هو يكون نفسه يعني إنه إذا كان سريع بنسرع بطيء بنبطئ. هيدي الطريقة يعني حتى ما المذيع يعمل هيك يعني هيك عنده هاي الطريقة الأيام زمان هيدي صارت أسرع لأنه ضل ديركت على الكاميرا يعني على النشرة بيقراها كأنه حافظها يعني باركر يعني كأنه حافظها غيبا. أوكي هاي كفيلي إيه هالقطعية هيدي بدي هيدي. هيدي المكنة هي بتساعدنا مثل ريموت كنترول يعني بنمشيله للمذيع النشرة حسب نفسه انه اذا كان هو سريع بدنا نسرع اذا كان بطيء بدنا نبطئ. انا مثلا عم مشيها اذا المذيع واقف بدي اوقف اذا المذيع مشي بدي امشي سرع بدي سرع خفف بدي خفف واقف على البوان بدي اذا نزل على سطر جديد حتى كمان بدي اوقف يعني وين ما بدي اكون انا حطيت له الارقام مثلا بدي اقراها بدي اوقف انه عم يقرا رقم لانه اكيد الرقم بده ياخذ معه وقت يعني بدي اوقف ليرجع يمشي بعد شوي. يعني اذا كان في معي عجقه كثير بالاستديو او بالكنترول روم اللي انا قاعده فيها قد ما كان يكون في عجقه انا بدي كل هذا انساه ما اسمعه الا بدي اسمع صوت المذيع يكون معه هو يعني والا بصف الحي. دغيلي يا دغيلي تعال حسين صباح ليه مخبيينك ورا؟ انا العنصر اللي ورا الكواليس بدي عايدك بدي عايد كل عامل لبناني ايوه بقلب لبنان لانه العامل اللبناني بلبنان عم بيعاني كثير. ايوه معك حق اعطيه مزبوط ميكرو مفتوحه بس اعطيه خلص خلصها. انا بدي ناشد اول شيء فخامه الرئيس اول شيء بدي اقول له لفخامه الرئيس بدي عايده كمان وقل له انه واحد يقول ما يقول يا اولتي يقول يا اخرتي بخصوص العمل اللبناني هذه باللبناني عم بحكي. العمل اللبناني ما شايف شيء بحياته بيقبض معاشه من هون بحطهم بالاحرى هو اقتصاد اللبناني عامل اللبناني يعني بيقبض معاشه من هون ضرائب واجار بيوت ومدارس وعندي انا ثلاث اولاد شو ببالي يعني ظهره مش عم ظهره هو نية الدوله وين الدولة؟ بالضبط. طب لازم يعملوا له تمثال للعامل اللبناني. لأنه هو اقتصاد البلد. المعاش اللي عم بيقبضه عم بيروح للبلد. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. يعملوا له تمثال بطلب ضمان الشيخوخة لآخرتنا. بس. بقى إذا بتريد يا فخامة الرئيس حضرتك جيت بتمنى منك تقدم شيء للعامل اللبناني بس. مرسي كثير وعيد كل اللبنانيين هيدي كلمة حق تقال اكيد طبعا ثانك يو لك حسين مرسي كثير يعطيك الف عافية لأنه الشباب حكي وشي حلو بس كمان انا بالحق لا احكي ما هو الحلو كعامل لبناني هو الحق حلو يعني ان كان بحزن او ان كان حلو او ان كان
بفرح. اعطينا الميكرو لان ممكن لبكره ما بتقعد بتخلص. وفي كثير. وعظم الله اجركم، يعطيك الف عافيه. بروح وينك انت؟ تعال هون. بعيط علينا كل نهار، بصرخ علينا، بقعدنا وبسكتنا. صباح الخير. بونجور بونجور. شيف دو بلاتو. شفنا. يعني انت شف المسرح بطريقتك الخاصه. مزبوط. ينعاد عليك. وعليك ان شاء الله وعلى الجميع وعلى الشباب كلهم. بالعيد عم نشتغل. ما بأسرع. لا كثير حلو الشغل بالعيد. مبسوط؟ اكيد هذا شغلنا بدنا نعمله. انا بحس خلص تعودتوا. ايه تعودنا كثير. انه ان كان بس بكل الاعياد يعني مش انه بس بعيد العمال عم نحكي. هلا نحن ايه اليوم سابق. اليوم سابق انه عيد العمال عيدنا. عيدنا بس بايام ثانيه في عندكم برامج بتبقى لنص الليل. في عندكم برامج بتبقى ببلشوا على بكره الصبح يعني انجا بتقولوا لهم بونجور لاولادكم تبلشوا. هذا التلفزيون مزبوط. هذا التلفزيون بتوجب علينا هالشيء كله وبدنا نعمل شغلنا يعني. يعني الشغل ما بأثر، العائلة بتتفاهم هالشيء كله وبنجي على الشغل. تصور انه صار في عائلة بقلب الشغل مثل ما عائلة تاني. نحن عائلتنا هون تاني، بيتنا تاني هون. تلفزيون مستقبل وقصة عالم الصباح تعودنا هالشيء. صح. مين عاد عليكم. وعليك ان شاء الله يا رب. وبنحبكم نحن كثير. وانا جاي لعندك. لا خلي السبعة اول شيء. السبعة بعد تهرب ما بيهرب. لا السبعة وعدني ما تهرب. خذوه للسبع. صباح الخير. صباح النور. ينعاد عليك. السبع ما بيهرب بس ما بحب يحكي على الكاميرا. اكيد ما بي... السبع سبع اكيد اكيد. ينعاد عليك. وعليك وعلى عائلتك وعلى كل الشعب اللبناني وعلى كل العالم. خلاص؟ لا في اكثر شو بدك. مبسوط بالشغل؟ الحمد لله اكيد. يعني بيتنا الثاني والدوام ما في مشكل انه مش مشكلة تعودنا ليل نهار صبح. بس انا بدي اطمن على كتفك قبل ما لا عادي الحمد لله ماشي الحال. بتنقل من كتف لكتف؟ لا كتف واحد ما فينا الا على اليمين. بس بدي اعيد مدامتي وكل اميات العالم اللي هن عمال 24 سبع ايام بالاسبوع. يا عمي هن ما هن عاملين يعني باجر بس هن بيتعبوا اكثر مننا. يعطيك العافيه. بيهتموا باولادنا وهن عم بيربوا الاجيال. ويخلي لك مرتك ويخلي لك امك وعائلتك وكل امراه عندك بالبيت. واللي بده ينقال انه منيح اللي حكيت، انت تذكرتنا. يلا وننتقل الى الصديق احمد. بونجور. بونجور. كمان بدك تهرب؟ ما فينا. لا ما فينا هريبي. اوعى. ينعاد عليك. وعليك ان شاء الله. وان شاء الله يعني معلي حتى لو اليوم ما عم تشتغل بس هو ليك قد حلو الجو مع الجمعه يلي نحن موجودين طبعًا فيها. طبعا اكيد. الشغل كيف؟ الصحه كيف؟ الحمد لله كثير بخير ومرتاحين كثير وكل شيء تمام. وبحب اعيد كل عمال العالم كلهم. وينعاد عليك ان شاء الله. الكتف انا بيوجعني قلبي بس شوفكم هلا مثل ما شايف تعودنا. هذا بس اختصاصنا. بس بدي اسالك سؤال عن جد، انه عاده الكاميرا اذا انحملت وقت كثير طويل، هلا مثلا فينا نقول يمكن ساعتين ثلاث ساعات بالنسبه للايام اللي بتشتغلوا فيها وقت اطول انه عاديين، بس ثلاث ساعات مش قليل. صحيح. بس هو في فترات رياحه يعني بتريح شوي بترجع بتحمل الكاميرا وبكون الواحد يعني بده يتحمل هذا الشيء. ما بدها سبور. ايه خلص في لا سبور. تعودنا خلص. طيب يعطيك العافيه. وعليك ان شاء الله يا رب. وننتقل ناخذ فقره ولا فقره رش تلح ولا دغري ندخل؟ وندخل. صباح الخير. صباحو. انا ما بدك ميكرو هيدا نو نيد. شيف يعني بعرف انه كمان مهنتك ابدا مش سهله وانتم بالاعياد اوقات ممكن بتكونوا عم تحضروا من قبل بليله يمكن للعيد ولا المناسبه. بس خليني اقول ورشه ملح لنكفي مع الشيف. فاذا انت المهنه كثير صعبه يعني مهنه الطبخ وعالم المطبخ، فاوقات تكونوا عم تحضروا من قبل بيوم، بتكونوا سهرانين ومقضيينها بالمطبخ، يمكن احلى اوضه عندكم هي المطبخ. صح. لك خليني لك شغله، اول شيء العيد ما بيكمل بلا رشه ملح. اكيد طبعا. هي اول شغله. ثاني شغله، نحن ما في عيد بيصير كل الاعياد يعني بلبنان بتصير نحن اول ناس بنكون نحن ستاند باي على الارض لحتى نحن اللي بنبسط العالم، نحن اللي بنعمل اكل للعالم، لهالسبب هيدي نحن مصلحتنا على طول نحن متواجدين فيها، كان بالاعياد ولا كان بالويك اند ولا كل المناسبات. فانا هيك رولا بدي عيدك، عيد كل العاملين بالتلفزيون مستقبل والعمال بلبنان وبكل الوطن العربي، وان شاء الله هيك ينعاد عليهم ويحققوا
كل واحد اللي بباله ويكون عم بياخذ وعلى الاقل يكون اقل شيء انا اللي بدي اقوله انه يكون عم يشتغل المهنه اللي هو بحبها صح لانه اذا عم يشتغل شغله ما بحبها ومجبور فيها وبايام اعياد ما بيحب يجي على شغله اكيد فنحن هيك على طول انا مثلا بكون جاي على الشغل بكون جاي على التلفزيون عن جد بكون جاي ومشجع واليوم عيد كمان جاي انا وهيك مبسوط مبسوط كمان مبسوط بوجودك وبوجود كل الزملاء الموجودين معنا ثانك يو شو عملنا اليوم؟ اليوم محضرين تشيكن بوب كورن عاملينها بطريقه ثانيه طبعا انا حضرتها قبل هلا رلا طحنتها بس اليوم مش رح اطحنها رح خليها حبه كامله عامل كمان عجينه الكلاج من منتجات تونيس فود جايب العجينه رح احشيها كمان حشوه كثير طيبه رح نحضر هالشيء بثاني فقره عندي كمان الكاجو بسكويت الكاجو بالشوكولا انا رح بلش فيه هلا لكن مشاهدينا نحن بدنا كاجو كاجو مطحون خلينا نبلش انا وياك رلا هيدا الكاجو خلينا نطحنه شوي اوكي انا رح اطحن الكاجو وعندي الخلاط الكهربائي او العجينه الكهربائيه حاططها قدامي خليني بس خبر المشاهدين رح احط السكر البودره رح احط الطحين رح احط الزبده الدايبه رح احط معهم البيض والفانيل اطحنهم اخلطهم كلهم مع بعض مع الكاجو المطحون وفوتهم على الفرن ثاني فقره رح فرجيكم مشاهدينا شو رح يصير في عنا بالبسكوي بالكاجو أنا قبل ما ننتقل وناخد بريك بدي أتشكر كل شخص فرداً فرداً موجود جوا بغرفة التحكم بالكنترول روم يلي يمكن لو ليكن ما بتطلع الحلقة هو كل شخص موجود بهذا البرنامج لو ليه ما بتطلع الحلقة بس أنتو يمكن جامعين كل شيء جوا من إضاءة من صوت من يعني طاقة تعطونا إياها حتى إيجابية لحتى نقدر نستمر نحن وتكونوا بدينينا أولاً أكيد بدي أقول رويدة كرم البروديوسر العظيمة يلي بتتابعنا كمان من خلال كنترول روم وأكيد عامر طبش وسولوف غالي على رأسهم بدي عيدكم في عنا بدي أقول كمان لمحمد شاب ميمي حدري محمد شمس مايا قوام وإبراهيم عز الدين وكمان مصطفى ولبنى يلي هن بيهتموا بالشعر وباللوك بدي أقول لهم ينعاد ايه وعايده اكيد هلا في كثير اسماء ممكن انه ننسى بدي اعتذر من الكل واصحابي اكيد وزملائي ان كان غيدا وغاده وجوزيف ينعاد على الجميع فاذا بنحبكم كثير واهم شيء الصحه بريك بنرجع لكم باي